Пошли в лёд тебя, Владимир. Уж для центра, минуй для центра, центра, центра. بزاف هادشي راه الناس غير مساكن، راه الناس غير مساكن، البادية راه ما عندهم، غنخسروا الله يحسن العوان، دخل السوق شوف الخضرة، والو الثمن، ما خسروا هادشي، الله يجعل فيكم البركة، الله يجعل فيكم ماشي كل شيء زاد، كل شيء المواد كل شيء زاد، الأسعار كلها طلعت. ولكن حتى أنتم كتقصحوا مع الشيء. لا والو، حنا يلاه كنديروا 10 درهم في الحاجة. كنضحك معاك. شحال الخيار اخويا؟ 4 دراهم. الخيار 4 دراهم. هذه 160 شحال قلتي تفاح؟ ها؟ ما عرف شحال هذه كانت عندها قيمة ياك؟ دابا ما بقات، ورينا هذيك 4000 اللي ما بقاتش عندها القيمة كاع. ورينا هذ 4000 اللي كانت عندها شحال هذه القيمة. وكان كي دابا ولات بحال 10 دراهم. هذه كان كيدي بها كل شيء الراجل، دابا هذه ما كتخرجوش حتى معدنا من هنا ما كتخرجوش. يعني ما كتكفيش 4000 ريال، ما كافيه حتى العطرين. لا ما كافياش، الله يحسن العون المواطن مسكين اللي. وما تيشا 7 دراهم ودي شحال هذا الدلاح 1000 فرانك دابا على شي سير بحال والبنان اخويا 30 درهم الخوت والله الا السوق عامر والله الا عامر السوق الاسبوعي ديال نهار اثنين في راس تابودا اليوم غادي نكتشفوا الاجواء ديال السوق ديال تابودا غنشوفوا الاجواء ديالو السلام عليكم نتمنى تكونوا كلكم لاباس اليوم حنا كتواجدوا في السوق اللي الصراحه عندي واحد العلاقه ايموسيونيل واحد العلاقه اللي عزيزه بزاف هذا السوق اللي كيتواجد السوق اسبوعي اللي كيتواجد في واحد البلاصه اللي السميه ديالها راس تابودا الاغلبيه ديال السكان ديال هذه المنطقه هما شلوح راس تابودا كتواجد في اقليم صفرو النواحي ديال فاس فاليوم غنكتشفوا هذا السوق للصراحه السوق عزيز عندي كما قلت لكم سوق عندي علاقه به ايموشنال كنت ديما كنجي عنده هذا تقريبا 10 سنين ملي كان الوالد مازال عايش الله يرحمه فهذا السوق عزيز عندي فاليوم غنكتشفوا السوق غنكتشفوا الاجواء ديال هذا السوق اش نقول لك العطريه كلها وتمام شحال دابا التحميره التحميره دايره 40 درهم اها ازيد عندي اسعمل بخير الكامون داير 60 درهم اها السكين جبير 40 درهم البزار 60 درهم الخرقوم 60 درهم ايوا كلها وثمن عاوتاني كاين اللي كيبيع بقل دابا واحد السؤال قال دابا بزاف ديال الناس هنا في المغرب كيغوتوا فهمتي قال كل شيء غلا واش هادشي غلا ولا لا كل شيء غلا من القضيه هادشي غلا من المازوت المازوت هو اللي غالي هو اللي مغلي كل شيء هادشي عنده شي علاقه مع ديك الازمه اللي وقعت في اوكرانيا ياك عنده علاقه مع الازمه في اوكرانيا كيقولوا هادشي اللي كيقولوا هما خليني باش نقول لك واحد الحاجه خويا حتى في اوروبا حتى الاثمنه تما حتى هما طلع غير تما كاين البادل فهمتي الناس عندهم دابا الناس خدامين فهمتي هو الفرق هنا الناس مساكن اللي ما عندوش غير تكوى اوروبا شكل وحنا شكل اخر اوروبا كيدير عندهم الشوماج ديالهم كيتخلصوا كل شهير كيشد الراجل الفلوس ديالو كيمشي كيطبها وعاوتاني الشهير الاخر كيشد الفلوس ديالو حنايا هنا الراجل الا صاير الا صاير 1000 درهم في الشهر ما يلقاش منين يجيبها الشهر الجاي والله الا مازال شحال هذه مازال عاقل الوالد كان هنا
4000 ريال شحال هذه 11 سنين او 4000 ريال كانت كتكفي كيسوق كم دابا 4000 ريال والله ما تكفي لك فوالو. الراجل كان كيجيب 30000 فرانك كان كيتسوق منها كلشي، كيدي منها كلش، الحوت واللحم والدجاج، وكيدي منها العطريه، وكيدي منها الخضره، وكيدي منها مرحبا. صوبنا البطيخ جربوا اخويا، نجربوا واحد البطيخ ديال المغرب. صراحه مذاق حلو والله ما تلقاه في المانيا. السوق اخويا مزيان الحمد لله، كاين شي بيعه وشراء بركه الله. راينا هذا العام شويه هذا الجفاف شويه كعارف دابا راه كاين شي بيعه وشراء غادي الامور شويه الحمد لله بركه الله ما سقطاش وصافي، ولكن الامور شي شويه هذا العام غلات اخويا غلات ضروري الاسعار طالعه. شحال اللقوق اخويا؟ لا شحال شحال اللقوق؟ 80. ومشحال المعدنوس؟ ما كان غير طروال خوت والله الا بحال هذه كدير في المانيا شي 3 د الاورو. هنا شحال قلت اخويا؟ شحال قلت اخويا؟ 2 دراهم والله الا 2 دراهم. سدرة ما تيجي السدرة في دري حدايا على خصك حتى اللي تبع انت اللي واحد منهم. هذه 60 درهم. شحال هذه؟ 60 درهم. 60 درهم. شنو هذا؟ هذا البزار الكحل. وهذه؟ هذه الشاونية التخميرة. اييه 1000 ريال خرخوم. شحال داير؟ 40 درهم. وهذيك الأخرى؟ هذه خوص، هي هذه حبوة دي مطحونة. هذا الحاس هو 50 درهم للكيلو. السكين كبير 60 درهم. الكامون 60 درهم. وشحال دايرة الزيت البلدية؟ الزيت الرومية؟ الرومية دايرة 400 ريال 20 درهم. والبلدية دايرة 60 درهم. الخوت حتى المغرب حتى هو فيه الغلا ماشي غير المانيا. المواد كل شيء زاد الأسعار كلها طلعت. ولكن حتى أنتم ما كتقصحوا مع الشعب. لا والو حنا يلاه كنديروا 10 درهم في الحاجة. كنضحك معاك أخويا. سلم عليهم سلم عليهم. السمية ديالك أخويا؟ عبد الحبيب السهيلي. متشرفين أخويا عبد الحبيب. الله يسخر الله يسخر. الله يسخر. شوفوا شحال السردين، شحال السردين اخويا؟ 15 درهم. السردين 15 درهم. هنا بلاصه اخويا السردين في المغرب. هنا بلاصه ديال السردين. المهديه. السردين ديال المهديه 15 درهم. الكيلو. شحال؟ 25 درهم. شحال هذا؟ شحال الصيام؟ هذا 18 درهم 18. 160 ريال نهضروا على الريال. صوبنا السردين. وين هذا؟ تاي ثلاثة الكيسان بالإقامة الثمن ديالهم شحال عمي؟ 3 دراهم 5 دراهم 5 دراهم. شي كاليتي زوينة ولا؟ شي ناضي. ناضي كنادي. كي داير المدى؟ مزيان بخير. كي داير الروان اخويا؟ الحمد لله الحمد لله البركه الحمد لله. عندك انا هنا ماشي عندك كلشي ياك؟ خلف سالينا في المانيا سالينا في بزاف ديال الدول بحال هاد الاجواء ديال السوق ما كاينه حتى في شي بلاصه. فهمتي يعني الدحاس اي حاجه بغيتي تشريها كاينه في هذا السوق، اي حاجه بغيتيها كاينه هنا، الخضره ها الكفته كل شيء اي حاجه بغيتيها. كوتليت كاين شي كاليتي زوينه بعدا ولا كاين داكشي غير الزيت كاين شي حاجه اللي شحال الثمن الكوتليت شويه اخويا؟ 120. والكفته
هي 120 بحال بحال ديال الغلمي ولا ديال البقري؟ ديال البقري ولا مشاي ولا المليح والمليح المليح المليح كاين غير العجل والخروف صلاو فينا والله يا ودي دابا دابا تهلينا شي فيكم اش كنديروا حنا هنا انت بالمساد بالمساد لا هنا بلاصه اخواني انا اسلموا على خويا الحياني سلامكم الله ما بغات حتى الثمن تاع هذا المايك اخويا دوريجين 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 لا ماشي دوريجين الفرق واش حال الثمن هذيك 260 واحد الحاجه شكون اللي عاقل عليها من ايام زمان هذا هو الترينبو شحال لعبنا بالترينبو ايام زمان الترينبو دور عليه الخيط ويا ما تلعب ترينبو وشحال الترينبو خويا بشحال ترينبو جوج درهم ها اه السميه ديالهم بالعربيه السميه ديال السميه سين استعرب السميه ديالهم اه البي ها هما البي ها شحال لعبنا باللبي ايام زمان واش مازال عاقل عليهم مع عبد العالي ايام اللبي ها آه اللبي ها اللبي والترينبو الترينبو ذا عقل الترينبو ما كان غير هو الخيط ولعب الكركب امكن ديش ترينبو شي وشي البيات آه. شنو بان لكم ديش شي ترينبو واخيرا وصلت للدار والله الا الصراحه الحراره الصراحه المغرب درجه الحراره وصلت تقريبا شي 36 درجه اليوم داز واحد اليوم اللي كان عنده كما قلت لكم فيديو ايموشنال يعني فيديو اللي عنده واحد الشعور خاص على مدينه ولا على راس تابودا على السوق ديال راس تابودا السوق الاسبوعي فنتمنى يكون عجبكم الفيديو فإلى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا بارطاجي ابوني نتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد بلاصه جديده تهلاو في راسكم Thank you.